انتصف نهر القاهرة، سيدات وسادة في كل مكان مرحبا بكم. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بالتفاصيل. نجدد لكم تحية. تتواصل اليوم فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز قد أكد أن الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح، لا بالخراب أو الهدم أو التشكيك. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التحديات التي واجهتها الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية كانت كفيلة بإنهاء دول أخرى. هذا وأوضح الرئيس أيضا أن الفكرة من وراء قناة السويس الجديدة لم تكن عمل ازدواج للقناة فقط لتحقيق المسار الاقتصادي، إنما امتد الهدف نحو استعادة الثقة لدى المواطنين في إمكانية تحقيق الإنجاز. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب إلى الصمود في وجه الصعاب، وشدد على أن الاستقرار شرط من أجل تحقيق التقدم المرجو، مؤكدا أن العلاقة بين الاستقرار وعدم وجود مشاكل داخل الدولة في طاقة أو كهرباء أو تعليم أو صحة هي علاقة عميقة وأصيلة. أنا الموضوع بالنسبة لي ليكم كمصريين، أنتوا عينيكوا على استقرار بلدكوا بس، مين يمسكها ما فيش مشكلة طالما مستقر. اسمعوا كلامي لو سمحتم، اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. أنا واحد منكم وأخوكم، طول ما البلد مستقرة ممكن تطلع لقدام، لو البلد مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام. وربنا أراد إن اللي شاهد دلوقتي واللي شاهد قبل كده يشوف نماذج موجودة لغاية دلوقتي، قد يكونوا أغنى مننا، استقروا؟ لا. ناموا؟ لا. في فرصة يا رب يساعدهم. اوعوا، أنا الكلام ده بقوله بقالي من أول ما توليت المسؤولية، أو إن أنا ليا كلام معاك وأنا بقوله، أقعد أكرره كتير، فالناس كلها تستغرب، يعني أنت في، أنت خايف من حاجة؟ أيوة، 105 مليون، 105 مليون لو حصل خراب زي اللي بيحصل في الدول اللي ما اقدرش اقول اسمها ما يصحش، انتوا هتبقوا في مشكله تانية خالص غير اللي انتوا فيه ده. وفي تعقيبه على ما جاء في استعراض وزير التجاره والصناعه ضمن فعاليات مؤتمر حكايه وطن الرؤيه والانجاز، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله مستعده لتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين من اجل توطين الصناعات المهمه. كما أكد الرئيس أن تجهيز الدولة كبنية أساسية كان أمرا ضروريا ومهما لإطلاق التنمية الصناعية. إحنا كدولة نقدم حوافز تشجع يعني تحسن من شروط النجاح، لأن ممكن تكون دراسات الجدوى بتقول أن أنتوا فعلا بتستوردوا ده، لكن تكاليف التشغيل والصناعة للمنتج ده في مصر مش هتبقى اقتصادية، لأن هو محتاج انتاج كمي ضخم جدا عشان يبقى اقتصادي. انا عوض ده كدوله، انا عوض ده كدوله بان انا اقدم تسهيلات للي هيقوموا بهذه الصناعه. التسهيلات دي عباره عن ايه؟ زي موضوع الضرائب اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا 5 سنين وممكن نخليه اكتر من 5 سنين، بس احنا بالاول بنشوف رد الفعل ايه. الموضوع ان احنا مثلا ندعم احيانا برامج زي برامج الصادرات. طب رقم اكتر من 50 و60 ممكن. لو النهارده حجم الصناعه او حجم البضائع اللي هيتم خروجها هتحتاج اكتر من الرقم ده دكتور مصطفى، هنموله، مفيش مشكله.
لان هو في النهايه بيعمل بيزود لي الناتج المحلي، بيعمل لي تشغيل، بيجيب لي كمان ايرادات اخرى. وبالتالي احنا محتاجين كدوله ان احنا خلال المرحله ديت نركز جهدنا ونقنع المستثمرين المصريين والاجانب بان هم ييجوا يشتغلوا معانا في القائمه ديت. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا في مداخلته خلال جلسة الاقتصاد ضمن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أنه أصر على تحمل المسؤولية وبناء مصر رغم التحديات والصعاب. في 2014 حد قال لي أنت أيقونة مصر، اللي دخلك الدولة دي مش كده دكتوره هلا ولا؟ قال لي انت ايه بطل مصر، اوعى تخش، اوعى ايه لحسن بعد كده حي ايه حي يعني هيقطعوك يعني. قلت له لو كان تمن بنى الدوله دي مش تقطيعي، موتي انا حاملها. يعني الرصيد ده بفكر الدكتور معيد في 2014 رحنا اول زياده في دعم في تخفيض دعم الوقود كان في 2014 مش كده؟ والناس قالت ايه هو عمل كده ازاي ده لسه داخل، طب حد يعمل كده في نفسه؟ نفسه ايه؟ اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، لا 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 ده لا يليق خالص. احنا بننجي الدولة صعبة. فأنا حبيت بس أتوقف قدام الخط ده. طب ما قربش من بعضه ليه؟ عمرنا ما كان اللي بيخش لنا قد اللي بنصرفه. يعني العجز موجود والسلف موجود. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى بعد التحية، كيف تابعتم مؤتمر حكاية وطن في يومه الأول، وماذا عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بأن الاستقرار شرط أساسي لتحقيق التقدم الذي تنشده الدولة المصرية؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. نوري طبعا مؤتمر حكاية وطن هو بيعرض المسارات الاقتصادية، ما تم العمل عليها وما يتم إن شاء الله خلال السنوات القادمة. المسارات الاقتصادية اللي السيد الرئيس استعرضها والحكومة بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا السادة الوزراء المعنيين وضعت العديد من الرؤية بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وكيفية القدرات الاقتصادية للدولة وما كان انعكاسها على المجتمع والأسر المصري، منها أهم وضع اقتصادي ما بيؤثر على المجتمع، كيفية الاستقرار المجتمعي، لأن المجتمع هو المنتج، هو المشغل للأوضاع الاقتصادية، هو من تقبل برامج الإصلاح الاقتصادي واستدعى كيفية أن يكون البناء والإنجاز هو المسار الأوحد أمامنا. حضرتك تعلم جيدا وكل مشاهدينا أن الأوضاع العالمية أثرت تأثير كبير جدا. استفادت الحكومة بالأمس بالدكتور مصطفى مدبولي في كيفية التأثيرات سواء من جائحة كورونا أو سلاسل الإمداد اللي أثرت علينا بكيفية يعني تقليل الأوضاع التجارية العالمية وأيضا ارتفاع أسعار الفايدة في العالم. ما زلنا حتى وقتنا الحالي متأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية، والمسار الاقتصادي ده كيفية تشابكه مع العالم الخارجي. والحكومة بتتحدث والسيد الرئيس باين في كثير من المداخلات بالأمس ودع رؤية مصر خلال السنوات القادمة، ما تم إنجازه، ما بيتم رؤيته للدولة، تفاعل مع العالم الخارجي. اعتقد وده اللي كان باين في الروشته الاقتصاديه اللي كان بتتحدث عنها الدوله بالامس امام الدوله المصريه. اتفضل يا فندم. الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، نشكرك لوجودك معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.
قالت الداخلية التركية إن إرهابيين اثنين نفذا هجوما بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة صباح اليوم، مضيفة أن أحدهما قتل في الانفجار بينما تم تحييد الآخر على يد السلطات. وأشارت الداخلية التركية إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في ثاني أيام الأعياد اليهودية على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. انتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك وأعاقت تنقل المواطنين الفلسطينيين في باحاته لتسهيل اقتحام المستوطنين. وبالتزامن فرضت سلطات الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لن يتمكن أحد من إيقاف صمود وشجاعة أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن زيلينسكي قوله في خطاب له عبر الفيديو من العاصمة كييف بمناسبة يوم المدافعين. نقلت قوله إن الأوقات الصعبة جعلت الأوكرانيين أقوياء، وإن الأقوياء يقربون أوقات الانتصارات خطوة بخطوة في كل يوم وكل دقيقة. يعقد مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى إذانا ببدء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني. ومن المقرر أن يعلن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي موعد تلقي رغبات النواب بتعديل عضوية اللجان النوعية بالمجلس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية، ضعنا في مزيد من التفاصيل حول جلسات مجلس النواب اليوم. نعم عمرو، بعد التحية أحييكم من مجلس النواب في مستهل دور انعقاد جديد. كل عام وأنتم والسادة المشاهدون بخير. في بداية جلسة اليوم والتي بدأت في موعدها المقرر في تمام الساعة 11، تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 ببدء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني. كذلك تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 في شأن إنهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. بعد ذلك تم ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة بداية دور الانعقاد الجديد، قدم خلاله التهنئة للسادة النواب. كذلك تضمنت كلمة رئيس المجلس توجيه التحية والتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم. كذلك وافق المجلس خلال جلسته اليوم على إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت هذه البرقية الدعم والتأييد الكامل لما تقوم به الدولة المصرية في تنمية تشمل ربوع جمهورية مصر العربية، مؤكدين مساندتهم لعملية التنمية التي بدأتها مصر قبل نحو 10 سنوات. وباعتبار أن هذه الجلسة عمرو هي الجلسة الإجرائية الأولى، فقد تم الإعلان عن تلقي رغبات النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، على أن يعقب هذه الجلسة الإجرائية 3 جلسات إجرائية أخرى سوف تعقد يوم الثلاثاء القادم بعد غد الثلاثاء بإذن الله، يتم خلالها الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وانتخاب رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر لكل لجنة. وبعد ذلك يشرع المجلس في ممارسة نشاطه التشريعي والرقابي كما هو معتاد بمناقشة مشروعات القوانين. كذلك كان رئيس المجلس قد أحال في بداية هذه الجلسة 8 قرارات لرئيس الجمهورية أحالها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كذلك أحال 11 مشروعا بقوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وإعداد تقارير بشأنها تعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس. محمود إسماعيل، كنت معنا على الهواء من مجلس النواب ونشكرك شكرا جزيلا.
في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا طيب المتابعة. في أمان الله.